سيتواصل يستمر والانطلاق من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وعبر انطلاق شوطنا الثالث المخصص للقعدان القايل محليات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. هذا الشوط الذي ينطلق من المسافة والمقررة والمعتادة 5 كيلومتر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من يتواجد على الصدارة، هملول. هملول بمقدمة الشوط، هملول بالمركز الأول، تعود الملكية لهملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. يمعى بن عتيق الرميثي المحترف من يتابع الانطلاق، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المركز الثاني من يتواجد ضرغام من هجن الرياسة، سعيد بن دري الفلاحي قيل المضمرين يتولى عملية التضمير. المركز الثالث قدوم وتواجد من الماهر من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. رابع المراكز يتواجد الفاتن من هجن الرياسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتولى عملية التدريب والتضمير والعناية التامة لهذا الشعار. خامس المراكز ياتينا هملول من هجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتولى عملية التدريب والتضمير. قدوم وتواجد في سادس المراكز من يصل صوغان، تعود الملكية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير. سابع المراكز من ياتينا شاهين من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتولى عملية التدريب والتضمير. وفي ثامن المراكز تواجد من سراب من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. تاسع المراكز تواجد من ولد ذكرى مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الخامس هنا من يتواجد هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الينيبي، من يتولى عملية التضمير. أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة. الماهر على مقدمة الشوط على المركز الأول ما زال يسيطر بمقدمة الشوط، وعلى المركز الأول منذ الانطلاق وهو سيطر بمقدمة الشوط، سيطر على المركز الأول. الماهر من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصور المستحيل، من يتولى عملية التدريب والتضمير. هملول في ثاني المراكز من هجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتولى عملية التدريب والتضمير. قدوم من سراب من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتولى عملية التدريب والتضمير. تواجد من الفاتن من هجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتابع انطلاق الفاتن وسراب. ولكن الماهر على الصدارة، الماهر على المقدمة، على المركز الأول، على المسار الأول، يسيطر بهذا الانطلاق. حمل هملول في ثاني المراكز من هجن الرياسة يحاول، هملول من هجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع انطلاق هملول. الفاتن واصل من هجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. ولكن الماهر، الماهر وهملول، هملول والماهر، الفوز والانتصار في هذا الشوط هو شوطنا الأول، شوطنا الرئيسي للقعدان المحليات الأصائل. الماهر وهملول، هملول والماهر، الماهر، الماهر. وأسعد الله مساك يا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا لهجن الرياسة، وتهاني لك يا راشد بن محمد بالسم المنصور المركز الثاني. من وصل هملول من هجن الرياسة المركز الثالث، السراب والفاتن ايضا على ثالث رابع المراكز. تهاني لهجن الرياسة، تهاني لك المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. من وصل في خامس المراكز مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة اللي هو شاهين، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. والثانية في هذا الشوط لهجن الرياسة بمناسبة فوز الماهر، وأيضا لك يا المستحيل للمرة الثانية في هذا المساء. وأسعد الله مساك يا راشد يا بن محمد بالسم المنصوري. التوقيت الزمني 7:51، 5 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة، وتهاني لك يا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. مناة ثانيا هملول من هجن الرياسة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهاني لظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي. 7:51، 8 من الأجزاء. التهنية والناموس في هذا الشوط بالمركز الثاني. نوصل في ثالث المراكز 7:52، 5 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة اللي هو الفاتن، وتهانيك المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. الزميل ياسر العطوي يتواصل معاكم في هذا الشوط. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.